بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على شهداء الإسلام، السلام على عظماء الإيمان، السلام على مواهب الرحمن، السلام على العلماء الأعلام، السلام على المراجع العظام، السلام على شهداء البحرين ورحمة الله وبركاته. إن الإنسان لا يخجل من نفسه أن يتكلم أمام إخوة أعزة حول شخصيات فذة، وماذا عساني أن أتكلم عن الشهيد ومنزلة الشهيد. وقد قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. فلنتأمل في هذه الرواية الشريفة، فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينص على أن الذي فتح باب الجهاد هو الله. الجهاد باب من أبواب الجنة، من الذي فتحه، أنا أو أنت؟ فتحه الله، ولم يقل لأوليائه، بل قال فتحه الله لخاصة أوليائه. يعني الجهاد منزلة الخواص من الأولياء. رواية عظيمة وعجيبة. الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. لذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما التقى سرية قد رجعت من القتال، فقال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. إذن نحن بحاجة إلى جهادين: جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر، وجهاد الأعداء وهو الجهاد الأصغر. سؤال يطرح نفسه: لماذا أصبح جهاد النفس أكبر وأصبح جهاد الأعداء أصغر؟ الجواب: جهاد النفس معركة داخلية، وجهاد الأعداء معركة خارجية. وفي المعركة الداخلية عادة ما يكون العدو مجهولا ومخفيا وغامضا، وأما المعركة الخارجية فعادة ما يكون العدو متشخص، مواطنه محدودة ومعدودة. الأمر الآخر: العدو في المعركة الداخلية تخفى أساليبه، بخلاف العدو في المعركة الخارجية قد تخفى أساليبه لكنها قابلة للكشف. وأمر ثالث في الفارق بين جهاد النفس وجهاد الأعداء:
أن جهاد النفس معركة دائمة ومستمرة حتى آخر رمق في الحياة، حتى آخر نفس تلفظه النفس، بخلاف جهاد الأعداء فإنه معركة مؤقتة ما دامت الثورة أو الانتفاضة أو المعركة أو القضية. من هنا أصبح جهاد النفس في المرتبة السابقة على جهاد الأعداء، من هنا أصبح جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداء، لأن العدو في معركة جهاد النفس داخلي ومخفي ودائم ومستمر. لكن هذا لا يعني أننا نجلس مكتوف اليد ونقول فلنهذب أنفسنا ثم بعد ذلك ننطلق. الرواية التي ذكرناها: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، تشير إلى أن الإنسان يحتاج إلى مقدار معين لكي يجاهد. أولا بحاجة إلى معرفة أصول العقيدة الحقة لكي يقاتل عن حق. ذلك الشخص الذي قتل في إحدى معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يتحدثون عن مآثره، فقالوا إن فلان قد أبلي بلاء حسنا، فقال صلى الله عليه وآله: إنه شهيد الحمار. لماذا؟ لأنه خرج يقاتل عن حماره، وذاك خرج يقاتل عن بستانه. هذا مورد، ومورد آخر يتلألأ نورا: يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فيرى شابا قد اصفر لونه، قال: أيها الشاب، ما الذي اعتراك؟ قال: يا رسول الله، أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها ينعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يعذبون. وأخذ يتكلم ويتكلم ويتكلم وكأنه قد عاين النار والجنة. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أصحابه، قال: هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان، نحن بحاجة إلى هكذا شباب. ثم التفت هذا الشاب، بعد يعرف شلون يسأل وشلون يطلب، التفت هذا الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، ادع لي بالشهادة بين يديك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله فاستشهد في إحدى غزواته. إذن الأمر الأول المعرفة الحقة، المعرفة الصحيحة بمقدار، يعرف التوحيد والنبوة والإمامة. الأمر الآخر السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتعب الإنسان نفسه في جهاد نفسه وفي جهاد أعدائه فإنه سيبلغ الخصال الغرب، كالشهيد حسين فهميدة رحمة الله عليه. لم يبلغ الحلم الشهيد حسين فهميدة، لم يبلغ الحلم. رأى رتل من الدبابات العراقية، 40 دبابة قد اقتحمت الميدان وليس لها مواجه، ما كان يملك إلا رمانة أو رمانتين وضعها عند بطنه، انبطح على الأرض بحيث يكون تحت أول دبابة عراقية،
الدبابات العراقية دبابات صدام كانت مآمنة لا يوجد أحد. دخلت الدبابة الأولى فجر نفسه تحتها فتفجرت، قال الرتل هذا حق الألغام نرجع نتراجع. تراجعوا. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه في حق هذا الشهيد، هذا الشهيد الذي قطع مسافات العرفان التي يقطعها العارف 40 سنة، لأنه رأى الله في المعركة، رأى الله فقدم نفسه رخيصة لله تبارك وتعالى، هذا مجاهد في سبيل الله. ذلك الآن الإعلام يفرق بين الجهادي والمجاهد. نحن في المصطلحات الفقهية والشرعية نقول مجاهد، بخلاف مفردة مناضل. المناضلين والنضال هذه مفردة عند الاشتراكيين وعند الشيوعية، وإن كان هي في اللغة العربية موجودة لكن القرآن يستخدم مفردات خاصة، المجاهدين. بالنسبة إلى الحركات التكفيرية وبالنسبة إلى مثلا تنظيم داعش والنصرة وغيرها، الآن المتداول عند المتخصصين في دراسة الحركات الإسلامية مصطلح الجهادي، يفرقون بين الجهادي وبين المجاهد. الجهادي هذا اللي تستثمره وتستغل التنظيمات التكفيرية والمتشددة بحيث يغسلون دماغه أنه أنت الآن روح فجر روحك وإن شاء الله تلقى رسول الله سبع حوريات على اليمين وسبع حوريات على اليسار، هذا موجود عندهم متداول. وكثير منهم يعني فجروا ضريح العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. بعضهم، أنا واحد من اللي شاركوا يقول أمامي أرمي، قلت له أنت ماذا تريد؟ قال أنا لو أستطيع أحفر قبر الحسين وأخرجه من قبره. طبعا يتكلم قربة إلى الله تعالى، يعني يقوم بهذا العمل قربة إلى الله تعالى. هذا ما تصدق عليه الرواية. الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، أولياء الله أولئك الذين عرفوا الله تبارك وتعالى وقدموا ما قدموا من أجل الله، كالشهيد شمران رضوان الله عليه. شهيد شمران، وما أدراك ما الشهيد شمران. شهيد شمران تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية عنده 5 شهادات دكتوراه، عدة لغات، لكن تخرج من أمريكا، يتعلم السلاح من أمريكا، لكن ذهب يقاتل في جنوب لبنان أسس الحركات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ثم جاء إلى إيران والتحق بالإمام الخميني إلى أن أصبح وزير دفاع، وكان قاتل في الخطوط الأمامية. كان يقول يضرب فخذه ويضرب بدنه، يقول له سامحني يا بدني تعبتك واجد، لكن هذه الدنيا تحملني شوية إن شاء الله في الآخرة تجد جنات النعيم. هذه منزلة الجهاد. إذا تألق الإنسان في جهاد نفسه وفي جهاد أعدائه، تأتي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. لاحظ العبارة، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، يعني لازم يعرف أول شيء سبيل الله وينوي أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. الأمة التي تنجب العلماء وتنجب الشهداء هي أمة حية، أمة موفقة، أمة ذات روح. من لطائف البيان، أحد الثوار في كوريا اعتقل،
واجهه الجلاد بعدها كوريا وغيره، وكان شيوعية بعد، حتى إيمان بالله ما موجود. الآن نتكلم بقطع النظر عن هذا. قال له أيام الاحتلال الياباني لكوريا: أيهما أقوى، الصخرة أو الفرخة؟ الاحتلال الياباني: صخرة، وأنتم فرخ الدجاج، أنتم فرخة، والصرخة والفرخة لا تقاوم الصخرة. فقال له: بل الفرخة منتصرة، لأن الفرخة ذات روح والصخرة لا روح فيها. وبمرور الزمن وبعوامل التعرية ستتحلل الصخرة وستستحيل ترابا ورمادا، وستمشي عليها الفرخة وستدوس عليها برجلها، لأن الفرخة تملك روحا قابلة للاستمرار وقابلة للحياة، بخلاف الصخرة التي لا روح فيها. لذلك قال: سنخرجكم من بلدنا، وستقاوم العين المخرز. نجتمع في هذه الليلة لتأبين الشهيد العزيز علي عبد الغني الكوفي رحمة الله عليه، وأشد على أيديكم في إحياء ذكرى شهدائنا. ومن خصوصيات الإمام الخميني على الله مقامه الشريف والسيد القائد الخامنئي أيده الله المواظبة على قراءة وصايا الشهداء. لماذا؟ يقول: هذا الشهيد مضى إلى ربه وكفه وروحه معلقة على كفه، خصوصا في آخر لحظات الشهادة. الله عز وجل يجري بعض الحكم وبعض المبادئ على قلبه وهو مقبل إلى الله عز وجل، وحري بنا أن نستفيد من هذه الوصايا. أن أتمنى أن يخرج كتيب يتضمن وصايا شهداء البحرين. إحنا إذا نريد نحيي شهداء البحرين أيضا نحيي تراثهم. لو نستطيع أن نصدر كتيب، هذا الكتيب يتضمن وصايا الشهداء. طبعا الشهداء يتفاوتون، حتى شهداء كربلاء يتفاوتون. يقول الإمام عليه السلام: إن لعمي العباس لدرجة يوم القيامة. مو شهداء كربلاء، جميع شهداء الإسلام. عندنا في الرواية: أصحاب الحسين لا يقاس بهم أحد. عندنا في الروايات أن البدريين مقدمون على غيرهم، شهداء بدر مقدمون على غيرهم، لكن شهداء كربلاء مقدمون عليهم. أصحاب الحسين لا يقاس بهم أحد. يقول: إن لعمي العباس لدرجة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ اقرأ في زيارة العباس، الإمام يشهد. طبعا الإمام الحسين لم يقل إلا لواحد، حينما برز أبو الفضل العباس الحسين تقدم إلى الفرس، قال: اركبي، اركب بأبي أنت، فداه بنفسه، اركب بنفسي أنت. الإمام المعصوم ما يفدي أي أحد بنفسه، خاطب أبو الفضل: اركب بنفسي أنت. يعني الحسين مستعد يفدي العباس بنفسه. تقول في زيارته: السلام عليك أيها العبد الصالح. لاحظ الخصائص المهمة في الرواية. أول خصيصة: العبد الصالح. الخصيصة الثانية: المطيع لله ولرسوله
ولأمير المؤمنين والحسن والحسين، يعني على هذا الخط، على درب الولاية، على خط الولاية. ثم يقول: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك مقتديا بالصالحين. وفقنا الله وإياكم للسير على نهج أبي الفضل العباس، وفقنا الله وإياكم للسير على نهج شهداء كربلاء. شعب البحرين شعب وفي، شعب يستحق التقدير، شعب على امتداد التاريخ خرج الكثير من العلماء، خرج الكثير من الشهداء. هذه أمانة في أعناقنا، ينبغي أن نؤدي واجبنا تجاه علماء الإسلام وتجاه عظماء الإسلام. ومن اللطيف أن بعض العلماء جمعوا بين الخصيصتين، بين العلم والشهادة، حتى كتب العلامة الأميني صاحب الغدير كتاب شهداء الفضيلة، يعني العلماء الذين استشهدوا. ومن الشهداء البارزين المعروفين الشعب البحرين يعرفهم كفقهاء، ما يعرفهم كشهداء، الشيخ حسين العلامة رضوان الله عليه. الشيخ حسين احنا نعرف ان الناس تقلده، الشيخ حسين على فكرة مقلدوه في جميع الخليج حتى البصرة، إلى مقلدين في كل الخليج، إلى في قطر، في الكويت، أنا شفت مقلدين إلى البصرة. احنا نعرفه ان الشيخ حسين مرجع تقليد، ولكن الشيخ حسين استشهد بطعنة حربة مسمومة وقعت في قدميه. الشيخ حسين أيضا شهيد من الشهداء. هنيئا لكم يا من أحييتم ذكر الشهيد، هنيئا لكم يا من احتفيتم بعلمائكم بشهدائكم. هذه الذخيرة، هذا الكنز العظيم الذي موجود في بلدنا البحرين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإحياء ذكرهم وللسير على نهجهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.